فخور بزاف بالولد اليوم ما شاء الله ما شاء الله. هذه قلت للوالده ربي يعطيها الصحه كانت معاه هي تستاهل كل التقديرات والجهود وتاني ان شاء الله دار جهود كبيره ما شاء الله. نكون طبيب ان شاء الله طبيب مختص مثل ابي ان شاء الله. والله عندي طموحات كبيره نتمنى نحققها بفضل الله ثم بفضل ابوي ووالدي. نتمنى انه توفيق لكل الطلاب في المستقبل القريب ومبروك لكل الناجح. الحمد لله يا ربي الذي بفضله تتم الصالحات. والله اني فرحانه بزاف الفضل يعود لله عز وجل والالياس المجهودات اللي بذلها زعما اجتهد الحمد لله ونتمنى له التوفيق والصلاح التلاميذ وبفضل الاساتذه في طبيعه الحال خلال السنه يعني سعى الاساتذه بكل ما في وسعهم من دعم ومن وقوف الى جانب التلاميذ يعني نفسيا في يعني بكل الحالات والحمد لله هذا السعي يعني يعود الى الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبه للراسبين نتمنى لهم يعني الاعاده ان شاء الله وتكون لهم هذه درس باش يعاونوا نقاط الضعف تاعهم ويحققوا. احنا بالنسبه لنا الرسوب ماهوش رسوب هذا راه يعرف الاخطاء تاعه من بعد يتجنبها باش ينجح لان الحياه هذه هي عثرات وهي وبعد يوصل الى الاهداف المنوطة اليه. الحمد لله يا ربي هادو وليداتنا الله ربي كاع ينجحهم عقوبه لاصحاب الباك عقوبه لاصحاب الباك يا ربي يا ربي الحمد لله هبلة يا ولدنا هبلة الحمد لله الحمد لله وسعتها وسعتها نشكر الاساتذه والمديره وكاع الطاقم الاداري للمؤسسه ان شاء الله ربي يرفعهم ويوفقهم ثاني كاع ان شاء الله يا ربي. بصفتي استاذه هنا ودرست التلاميذ بكل فخر وراني فرحانه بهم. هذه الفرحه تاع الاولياء هي الفرحه تاعنا قبل ما نفرحوا احنا يفرحوا الاولياء. الحمد لله يا ربي النسبه كانت جد عاليه وراني جد وجد 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 سعيده بتلاميذي الحمد لله. ديسا 14.39 نشكر جميع اساتذه اللي عاونوني وكانوا معايا من بدايه السنه. نشكر جميع الاساتذه وعلى راسهم المسؤولين تاع المؤسسه هذه على الانضباط والسهر التام على نجاح اولادنا.